صراحة يعني شفته يعني أنا شلون ملتشوم منه وفجي مسدس نزلت عليه وضربته. صارت مشاكل بينه وبين شبابهم وولده وشاجرة، كان محرض هو أنا أذوني وعده شكوى عليهم بالمركز قبلها، كذا واحد منهم وطلع ونوب، بعدين تنازلت والبارح يعني شفته يعني أنا شلون ملتشوم منه وفجي طلعت بيضا. أكو شي دافع على هذا القتل أو أكو مشاجرة؟ لا مشاجرة، ما حد دافع يعني. مشاجرة بيناتنا يعني ما عنده إيش ولا. شو صار؟ جيت أنا من الشغل قلت بحي الصناعي يعني بدر. لا أنا شفته، أنا شفته. أحد يعني؟ لا وحدي. أحد؟ إيه. شو السيارة دراجة؟ لا دراجة. دراجة. مسدس. نزلت عليه وضربته طلقة. أرتقيهم بالأربعة منطقة حي الصناعي. طبعًا هو جان والمجنى عليه أقارب وأنا عمل طرفين. بحزب نفسي هذا ويعلمني طبعا هذا الشيء اللي حدث، واحنا الان نبحث عن دوافع جنائيه بحته، نطلب من الداخليه انه يبحثوننا ويتاكدوننا من الدوافع وراء قتله، هل هي قضيه شخصيه ام قضيه لها ابعاد اخرى ما نعرفها احنا. بتوجيه من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحه السيد رئيس الوزراء ومتابعة السيد وزير الداخلية، وصلنا إلى محافظة ميسان تحديدا مدينة العمارة، حيث تم متابعة قضية المرحوم تشاسب الهليجي والد المحامي علي. طبعا وجدنا أنه كل الإجراءات قد اتخذت وعلى وجه السرعة والدقة وفق سياقات العمل، الإجراءات الشرطوية والقضائية وعملية الوصول إلى الجاني واعتراف الجاني ابتدائيا وقضائيا واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة ومنها كشف الدلالة. وأيضا كان هنالك ثناء من قبل أهالي المرحوم على الإجراءات التي اتخذتها قيادة شرطة ميسان من كل النواحي الشرطوية والأمنية.